شهد مباراة الجزائر كوت ديفوار التاريخية وريمونتادا الجزائر. طبعا كل شيء متوقف على مدى الاستعدادات اللاعبون الجزائريون، اعرف جيدا بان رئيس الاتحاد وضع التسلل نعم وضع التسلل. لا 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 هدف اول من سالومون كالو، هدف اول من سالومون كالو في الدقيقة الرابعة من انطلاقة المباراة بعد ارتباك، كنت اعتقد بانه كان فيه وضع التسلل. كالو لم يكن متسللا والمنتخب الايفواري يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة الرابعة. طبعا الهدف هذا خلينا نجري وراء الكرة وراء المباراة وراء التعديل راح يصعبنا ابدا. هدف اول من سالومون كالو، الكرة كانت بالعقب ممتازة جدا عن طريق ساكورا حليش وعن طريق يحيى مرة أخرى هيدا صعبة مطمور جول مطمور يفعلها عند الدقيقة 40، يعدل النتيجة ويعود من بعيد المنتخب الجزائري، يعدل النتيجة ويعود من بعيد كريم مطمور يفعلها ويسجل الهدف الثاني له في مشواره. يا له من هدف يا كريم، أنت رائع ويعدل النتيجة المنتخب الجزائري هدف لهدف قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول. مهما حدث برافو. شفنا لاعبين جزائريين لم ولن يستسلموا هكذا. حذري من دروغبا، حذري من دروغبا يا حليش. ضرب الجزاء. لا قل 6 أمتار. يا مراد يكفينا كرات مثل هذه. هيلا من مراد مكني لغزال، هيلا من غزال. يا مطمور تأخرت بمتر يا مطمور، كاد مطمور يفعلها ويسجل الثنائية. لقطة رائعة جدا مع 6 ضربات جزاء منحت. هيلا ممتازة لمطمور. لو سجلت هذا الهدف يا كريم، لو سجلت هذا الهدف لكان الأروع. يا مطمور يرجع للخلف. لا خرجت من حسن الحظ كرة سالومون كولو. معليش يسجلوا علينا كوت ديفوار لكن ليس من أخطاء يعني. في الأرجل اللي لعبها مع غزال، هيلا لمطمور. راح مطمور. يا مطمور ضيعتها يا مطمور. فرصة هدف ثاني يا نادير. نادير دايما نادير. ضاعت. جارفينيو ضيع. الحظ ينادينا يا أيها الخضر. الله يا حسان، يلا يا حسان، يا حليش، حذري. بالعقب عن طر لعبها بوقرة، لعبها بالعقب، لعبها بوقرة. غريبة كرة القدم، غريبة كرة القدم يفعلها عبد القادر كايطا. والله سامحوني نقولكم، والله المنتخب الجزائري اليوم لا يجب أن نخجل تماما. لا يجب أن نخجل من منتخبنا الذي يخرج من الدورة بشرف. نقول يخرج لأنه نلعب الدقيقة الأخيرة. كايطا يسجل واحد من أروع الأهداف اللي شاهدناها في كرة القدم برجله اليسرى. تواصلون الضغط وتواصلون اللعب. هيلا الكرة هذه. يا سلام. الله أكبر. يفعلها الرجال والحظ يعود مرة أخرى. يفعلها الماجيك. الله أكبر. بوقرة يفعلها والجزائر ستتأهل من دون شك. بوقرة يفعلها لأن الذي يعود في هذه اللحظات لابد أن يفوز ويتأهل. الجزائر تعود. يلحق عليها كريم زياني قبل ما تخرج. مبدع كريم، يلحق عليها كريم. هيلا من كريم زياني. إيليا. أوه.
كوت ديفوار هدفا. هذا هو السيناريو. المنتخب الجزائري يعود من بعيد. يا عليش يا شوشي شوشي يتفوق على دروغبا وينقذ المنتخب الجزائري من هدف محقق. شوشي يتفوق على ديديه. فوزي يتفوق على ديديه. اوه شوف كيف سلحها كل ما يملك من قوة، ولكن بكل ما يملك من ثقة، وبكل ما يملك من رغبة وإرادة وطنية. فوزي شوشي يصد هذه الكرة من ديدي دروغبا. يا خطيرة وضعت. ما يفعله الجزائريون فائدة. هاي المحاولة. اوه يا غزال ما زلت اؤمن يا غزال. يلا يا ابو عزة. ايليا ما دخلتش. راح كريم. هاي لايو يا عبدون. ايليا. ضاعت مرة أخرى من عبدون. لا تبقى لي في أبو عزة. ما نتكلمش. ممكن يكون الهدف الرابع. نتوقف. يا سيدي الحكم. أي ليس هناك شيء هنا. قبل الوقت شيء. كايتا. وضعي تسلل. وضعي التسلل. نعم. شكرا يا سيدي الحكم المساعد. وضعي التسلل. شاهدها واحتسبها. الجزائر على قاب قوسين او ادنى من التأهل الى النصف النهائي، واحداث المفاجأة الكبيرة. بعد 20 سنة يعود الخضر. هذه اخطاء الحكام. تحسب هكذا. يوم لك ويوم عليك. الجزائريون ضيعوا 10 اهداف. الايفواريون ضيعوا 4 و5. خلاص. الجزائر في النصف النهائي. انتهى الامر. قضي الامر. الف مبروك. تحيا الجزائر.